حضر قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني حفل عشاء على شرف استقبال قداسته في السفارة المصرية بفيينا في ضيافة سعادة السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا وسيادة القنصل باسم طه القنصل العام المصري في النمسا. حضر الحفل أصحاب النيافة الحبر الجليل الأنبا جابرييل أسقف النمسا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، كما حضرت أيضا الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومجموعة من السفراء. وقد رحب معالي السفير محمد الملا بحضور قداسة البابا وأعرب عن فرحته بهذه الزيارة التي تأتي في أكثر من مناسبة سعيدة، منها عيد الأضحى المبارك والاحتفال بثورة 23 يوليو، وحيث قال أن مصر تفتخر بقداسة البابا وأن هذه الزيارة من الزيارات التي تفرح قلب كل العاملين في السفارة وكل المصريين في فيينا. كما تطرق الحديث عن زيارة العائلة المقدسة إلى مصر وكيف أن هذا الحدث قد استغرق أكثر من 3 سنوات و3 شهور، وهو يضاهي في زيارته زيارة الأراضي المقدسة في القدس. وقد أعرب قداسة البابا عن شكره لهذه الدعوة الكريمة وفخره بمصر وبالمصريين المتواجدين في كل مكان في العالم. وأهدى قداسة البابا سعادة السفير محمد الملا هدية على شكل مسلة مصرية مكتوب عليها اسم مصر بأكثر من 70 لغة. من العاصمة النمساوية فيينا، ميشيل ديميان، سي تي في.